ولد نزار ميقاتي في مدينة طرابلس عام 1920، وهو مؤسس المسرح الوطني، أول مسرح يومي في لبنان، ومطلق نجوم عصر مسرحي ذهبي، منهم حسن علاء الدين شوشو الذي كان شريكه في المسرح. كان مبدعا في السينوغرافيا المسرحية، كتب مئات الحلقات الإذاعية باللغة الفصحى لإذاعة لبنان وللإذاعات العربية، كما كان مديرا للبرامج حتى سنة وفاته عام 1984 في إذاعة لبنان. درس المسرح في إيطاليا، حيث سافر سنة 1937 وكان عمره 17 عاما. عاد بعد سنتين إثر نشوب الحرب العالمية الثانية، وفي المسرح الوطني كتب وأخرج أعمالا لفيدو وبوليير. اشترك مع كامل قسطنطي، زكي نصيف، توفيق الباشا، الأخوين رحباني وصبر الشريف في تجربة استوديو معلبك الذي أسسه بديع بولس. توفي نزار ميقاتي بالسابع عشر من شباط عام 1984.